في يوم وليلة، في يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. الوالد ديالي فنان عز الدين صقلي اللي معروف عند الجمهور المغربي. كيفاش أثرت في الحياة الفنية ديالي؟ أولا أعطاني بزاف ديال الحوايج اللي كنحمد الله سبحانه وتعالى أن الأب ديالي ما لقيتش اللي يعاونني انا في الفن كون ما كانش الاب ديالي اللي علمني بزاف الحوايج، كيفاش نوقف فوق الخشبه، كيفاش نتجاوب مع الجمهور، كيفاش نغني، كيفاش نطرب الناس، كيفاش، لان بديت انا في الصغر كان بحال جميع الفنانين، ما كنتش كنعرفش يعني المقامات، ما كنعرفش. علمني مقامات، علمني كيفاش نعزف على بعض الآلات، كيفاش، فالحمد لله. أنا كنغني جميع السيلات، ولكن ضروري ما يكون عندك واحد السيل خاص بك إلا بغيتي يكون عندك واحد الشأن في الفن. عندي السايل اللي خديت هو ضروري ما تبدأ بالطربي، كتغني الطربي عاد كدير الستايل اللي خاص بك. فانا خديت واحد ستايل، كانت عندي واحد الاغنيه ديالي اللي درتها مع الملحن والكاتب الكبير السيد محمد الشرابي، كنوجه ليه التحيه. اغنيه بعنوان كذب عليا من كلمات محمد المغربي، والحمد لله لقات واحد صدى كبير على اليوتيوب. فغادي نقول لكاع الفنانين انا اصدقاء ديالي تبارك الله كلهم عندهم ستايل خاص بهم، وكلهم كل واحد غادي في المسار ديالو. فانا الا غادي انني نحاول ناخذ شي فنان كقدوه ليا، نحاول ناخذ نفسي باش نوصل للهدف اللي انا باغي. البرامج الفنيه انا بغيت نشارك فيهم، ولكن ماشي كنقول ماشي دابا هو الوقت. مي تقول بانك راك كتحس براسك مستعد لا نفسيا ولا يعني بزاف ديال الحوايج باش يمكن لك تشارك، حيت ما يمكنش تمشي وتدخل تغني اغنيه صافي وغادي تجلس صافي. لا، يكون عندك واحد البروغرام باش غادي تمشي تشارك، بروغرام كبير، يكون عندك واحد بزاف ديال الاغاني، راه ماشي غير 10 ولا 20، خاصك عندك واحد 200 ولا 300 اغنيه باش ما تلقاش منين يشدوك، فهمتيني؟ يعني اللي قالوها لك غادي فهمتي تدخل تغنيها. ولكن انا كنفضل هذا المسار اللي غادي فيه على البرامج الفنيه، ماشي حيت كاين الظلم، ولكن كنفضل انا السينجل. هذا السؤال تطرح عليا بزاف ديال البرامج اللي دزت فيهم ولي راديو، كيقولوا لي كاين واحد الشباب ما سي بيان، زعما فرحان. وتبارك الله راه فنان كبير العندليب، وشكون اللي ما كيعرفش الفنان عبد الحليم حافظ الله يرحمه. تبارك الله اغاني بقات خالده في هذا الوقت، كتغنى دابا راه في الاعراس ولا في الحفلات ولا في العيد ميلادات كيغنيو الاغاني ديال عبد الحليم حافظ، فهذا فخر ليا. كما قلت لك قبيله، ضروري الاغاني الكلاسيكيه كتاثر بواحد الفنان، راه ولا بد انك يا عبد الحليم يا محمد عبد الوهاب يا فريد الاطرش اتاثر بواحد فيهم، فضروري ما يمكنش، ما كاينش شي فنان، كنتحدى اي فنان في المغرب ما يكونش متاثر بشي فنان قديم. بغيت نشكر قناه الدار على هاد الروبورتاج اللي داروا معايا، وكنشكر الجمهور ديالي ولي فانز ديالي اللي كيتابعوني وكيشجعوا محمد يزيد، وكنقول لكم محمد يزيد راه جاي في الطريق ان شاء الله. كنشكركم بزاف، وكنقول لكم كنحماق عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.